بداية السادة الأفاضل، الحقيقة أنا بطرح سؤال عام: أهمية الأمن السيبراني من وجهة نظركم جميعا، سواء نظرة حكومية، أكاديمية، تشريعية، استثمارية، فكنا عايزين نبذة من حضرتكم، نبذة مختصرة من كل ضيف من الضيوف، يكلمنا عن أهمية الأمن السيبراني وشلون نوصله للقارئ العادي البسيط إنه يفهم يعني إيه الأمن السيبراني. نتفضل الدكتور عبد الله الزوادي. طبعا المفروض الكبار قبل، انا اصغر واحد يعني. هو عموما بسم الله المحاور الرحمن الرحيم. المحاور طبعا بتتبدل ان شاء الله باذن الله، يعني ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اخي الكريم، خلني ابدا شوي انا ببعض المعلومات بشكل عام. الشغله الثانيه، يعني افضل، يعني دام في كوكبه وخبراء موجودين معانا ولهم الفضل اصلا في تعليمنا هذا المجال، كوني انتقلت من يعني خلينا نقول الامور الاوبريشن في مجال التليكوم والسايبر الى اخره، الى مجال التشريعي والقانوني في مجلس النواب، راح اعرج على بعض يعني التعريفات وايضا المجالات اللي الان نخوضها في مجلس النواب في سبيل اصدار التشريعات والقوانين اللي تنظم وحوكمه وتشريعات القانون. فعلى اساس نثري اللقاء، كوكبه كبيره موجودين ممكن يغطون كثير من جوانب الاوبريشن، ولكن افضل ان يعني اغطي الجانب السياسي والقانوني في هذا المجال، على اساس نترك الحوار بيكون اشمل في جميع الجوانب. اشكر صحيفه الوطن والاخ العزيز وليد صبري على تجميعنا. وطبعا مثل ما نعرف ان التكنولوجيا تتسارع اليوم بشكل يعني ملحوظ وكبير، ويعني نعيش حياه يعني مختلفه في وقت مميز، ونشارك بعضنا بعض في افكارنا ويعني اتصالاتنا وحتى خصوصياتنا بعض الاحيان من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات. وجائحة كورونا أكبر دليل ومثال على استخدامنا للتقنية، وإحنا اليوم معاكم على الأونلاين، هذه إحدى سمات وميزات التقنية المعلومات والاتصالات وتطورها وتسارعها. بس مثل ما نعرف أن حلول التقنية لا تستمر يعني دائما في استمرار في تغيير، واليوم الحلول قد لا تكون نفس الحلول غدا، ولأن التسارع يختلف. لكن كلنا نتفق أن هناك شيء مهم، هو حماية الأفراد والمستخدمين والدول من هذه التسارع التكنولوجي، بحيث يكون عندنا تكنولوجيا نستمتع بنتائجها وب يعني مميزاتها وخدماتها، في نفس الوقت بعد حماية لخصوصياتنا ويعني ودولنا وأمور اللي هي يعني أصبحت مهمة بالنسبة لنا، ويجب أن نعمل على حمايتها من خلال التشريعات، من خلال الأوبريشن، من خلال جميع الأمور. طبعاً ظهرت الجرائم السيبرانية وتطورت لتصبح يعني أحد أهم وأسرع التهديدات نمو في العالم. هذه الجرائم تعيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي بشكل عام. طبعا لها اثار خطيره على المجتمعات، حيث تؤدي فقدان الثقه بالتكنولوجيا وتخفض معدلات الاستخدام ونمو التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات. يعني في طبعا عده احصائيات وستاتستيك لهذا الخصوص، يعني كبيره، في خسائر يعني ساعات معلنه وساعات غير معلنه وساعات تكون يعني مخفية على أساس لا تسبب الهلع بالنسبة للمستخدمين وبالنسبة للمواطنين في حالة إعلانها، خصوصا من قبل المؤسسات المصرفية. طبعا الاقتصاد العالمي يتأثر بتأثر هذه يعني خلينا نقول الأنشطة، الهاكرز أو الأنشطة القرصنة الإلكترونية، يتأثر لما يكون هناك يعني اناونسمنت في ان في 15 مليار دولار سنويا يعني تكون مهدده في
بالخسائر لما يسمع أي مستثمر قد يكون قلق من خلاله. خلنا نكون من الجانب السياسي والجانب القانوني، احنا نكون اكثر شوي وضوحا. الحروب السايبرانيه اليوم هي يعني صراع قائم عبر الانترنت بين اطراف الخصومه، وتنطوي على هجمات ذات دوافع سياسيه على نظم المعلومات والبنيه التحتيه. ويمكن للحروب السايبرانيه ان تؤدي الى تعطيل المواقع والشبكات الرسميه او تعطل الخدمات الاساسيه او سرقه تغيير يعني في البيانات ونظم الماليه بقصد يعني اما التجسس او الاضرار لهذه الدوله او لهذه المجموعه ولهذه المؤسسه. شن الهجمات السايبرانيه مختلفه الاهداف، يعني كالتجسس وسرقه المعلومات ونشر الاشاعات حتى تصل الهجوم الالكتروني وتخريب الخدمات الاساسيه. قد نرى احنا حوالينا في المنطقه وغيرها امور هذه لا تعلن، ولكن قد يكون الغموض فيها غموض سياسي وغموض تخريبي. دراسات احصائيه لاحد الشركات الامنيه في الشرق الاوسط تشير ان قيام مجموعه قراصنه بتعقب وقرصنه 500 هدف في العالم. 44% من هذه يعني القرصنة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك طبعا بسبب الاحتقان السياسي في دول المنطقة والحروب القائمة وتكاثر المنظمات الإرهابية المسلحة ودعم الآلية الإعلامية المتطرفة. وهذه الأسباب يعني كل هذه الأسباب تنذر بحروب إلكترونية شاملة وتعتمد بالأساس على التقدم والتسارع في التكنولوجيا والإنترنت وعلومه، ولذلك الآن لم تصبح الحروب الآن حروب يعني سلاح جو وطيران وبحرية وبرية إلى آخره، فأصبحت الآن الحروب حروب إلكترونية، ودخل فيها أيضا الذكاء الاصطناعي وهو يعني ذو حدين لما يدمج معه السايبر سيكوريتي. فيعني مثل ما يكون هناك ادفانتجز في استخدام الارتفيشال انتليجنس، ايضا الهاكرز بعد عندهم نفس الطموح باستخدام الذكاء الاصطناعي في طريقه استخدامهم يعني تتبع وتحليل الضحيه خلينا نقول او المستهدف. حول المستخدمين من التهديدات، يعني نذكر يعني على سبيل المثال الكل يذكر شركة أرامكو في اللي تعرضت لهجوم في 2012. طبعاً وصار عندنا محو لمعلومات 30,000 كمبيوتر في ذاك الوقت اللي كان تذكره. أنا أسردها بس للمعلومة كيف تستهدف دول، كيف تستهدف شركات عملاقة لتؤثر اقتصاديات الدول. تعرضت وزارات ايضا ومؤسسات حكوميه حيويه في الهكر من القرصنه. ايضا هناك يعني في زمن وفي فتره من الفترات تعرضت الى المستشفيات البريطانيه الى الهاكينج، وصار يعني خلينا نقول انتهاك للخصوصيه المرضى في هذا الشان. في ظل هذه الرغبه المشتعله طبعا لدى بعض الدول منظمات الإرهابية والهجوم المستمر على خصوصاً على الدول الخليجية بكون كيان يمس جميعاً، يتوجب على المختصين جميعاً كلاً في محله يعني وصناع القرار أيضاً على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب الإلكتروني. وطبعاً ضرورة أن تكون هذه تتمحور في مراحل أساسية، سواء كان التخطيط والاستعداد والتقييم والريسك مانجمنت وحتى التحكم والتصدي لهذه المخاطر. طبعا الان اعرج الى، سامحوني طويله هاي كلها مقدمه بس ابى اذكر بس الان يعني عن شنو قاعدين نسوي في مجلس النواب، خصوصا يعني احنا هنتطرق احنا هنجيلها في سؤال خاص بالتشريع. خلاص انا بقول انا بس نقطه مهمه الحقيقه عشان افتح حضرتك.
في ظل الاحصائيات، هل في احصائيه بالخسائر اللي بيتكبدها العالم سنويا جراء الهجمات السبرانيه؟ والله احد الاحصائيات اللي كانت عندي طبعا ذكرت الان اللي هي تقريبا ما يقارب يقدر الخسائر بنحو 110 مليار دولار امريكي سنويا. سنويا جراء، وهذه هذه هذه افاد شركه نورتن المعنيه بالحمايه الامنيه والبرمجيه في الجرائم السيبرانيه، ف يعني وهذه يعني مبالغ عالميا، يعني انا ما اتكلم عن يعني منطقه معينه، وبالتالي يعني الارقام كثيره وفي في تحديث على هذه الارقام من وقت واخر، بس الان قاعدين يعني نشتغل او معظم خلينا نقول الثينك تانكرز ومراكز الابحاث تعمل على السايبر وبعد جائحه كورونا او اثناء جائحه كورونا، الاستخدام صار اكثر في هذه الفتره. ان شاء الله بنتكلم عن اعطي الفرصه وتكلم عن التشريعات اللي بنشتغل فيها في المجلس. تمام دكتور جاسم حجي، بنتشرف بحضرتك، حابين نعرف راي حضرتك في اهميه الامن السيبراني، وكون حضرتك تخصص حضرتك في الذكاء الاصطناعي، فلو تفيدنا في هذا الامر. سكان الصوت. اوكي تفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا نرجع لتاريخ الهجمات السبرانية، نشوف البداية كان من أيام الأخ راشد ذكر دش الإنترنت في 1988، كان تصور أول هجمة سبرانية ممكن كان تحدث عنها، والهجمات ذي كانت فقط 10% من عدد الكمبيوترز الموصلين بشبكات العالمية، بتصور في وقتها كانوا فقط 60,000 عدد الأجهزة، اليوم قاعد اتكلم بال يمكن مليارات. والحدث التاريخي اللي يعني اللي حول الامن السبراني لشيء اهم كان في 2017، مع معذره المستخدم بعض الكلمات التقنيه الانجليزيه، كانوا يسمونه برانسوم وير في 2017، اللي اذا اعتقد الاخوه يتذكرون النوت باثيا او ذكر عن وان كراي، اي ولا كراي ونطبتي، اكثر من 150 دوله تاثرت في الهجمات او الرانسوم ويرز، كان يعني شيء اخر عن الهجمات. فهني صار التحول اعتقد في هالامور. اذا اليوم نتكلم عن اهميه الهجمات السبرانيه، احنا اعتقد ما له دخل في اي شيء يتكلم فيه عن عدد الاجهزه او المليارات، نتكلم عن البيانات، عن الداتا، ايش قد داتا عندنا. طبعا تتقارن ديتا سنة ورا سنة، يعني إذا نقارن الديتا قبل 10 سنوات واليوم، شوف هني الأهمية، هني الفرق. حسب الإحصائيات 2024 راح نشوف قفزة لكمية الديتا والبيانات في العالم إلى 15 زيتا بايت أو 14.9 زيتا بايت. إذا الجماعة ساعدونا في الزيتا بايت، يعني خلي 70 صفر قدام الرقم. ما شاء الله. يا أصبر وايد. إذا اليوم نتكلم كعدد الترابايت في البحرين، مثلاً الشركات نتكلم عن 50 ترابايت أو 100 ترابايت، كل زيتا بايت يعادل بمليون ترابايت. فتصور عدد البيانات، طبعاً دي قاعدين نتكلم بيانات الستركتشرد أن ستركتشرد كلين داتا. هني بتكون التحول في المستقبل، شو بنسوي في هالديتا، شو نستخدمهم. طبعا اذا تحب انا ادش الحين في موضوع الذكاء الاصطناعي والامن السبراني او لاحقا، ممكن لاحقا احنا الاول بنتناول موضوع الجانب الاهميه، وبرجع لحضرتك تاني في الجزئيه اللي انت حضرتك حابب تتناقش فيها واشرت ليها فيها. لو تفضل السيد راشد السناني يكلمنا عن اهميه الامن السبراني من وجهه نظره من خلال خبرته الكبيرة في تقنية المعلومات والاتصالات. طبعاً لما أتكلم تأثيرها وأهميتها للاتصالات، أعتقد هذه اللي ممكن أنا أفيد فيه، خصوصاً إحنا طبعاً نعرف إن الحين الدولة كلها تتحول إلى الرقمية. نعم. ف
مثلا الحين كل شيء بعد عندك اوكي خلي في الكلاود، معنى استراتيجيه ان الكلاود فيرست وهالاشياء هذه. فصار عندنا تحول الى الانترنت، يعني استخدام اكثر الى الانترنت. ومثل ما ذكرت سابقا ان الجائحه بعد سرعت من هذا الشيء، سرعت من هذا الشيء وخلتنا خلاص غصبا عليك تستخدم هاي الشيء. فبالنسبه للطلب على الاتصالات زاد اكيد جدا زاد، والى درجه ان الحكومه تفكر ان اليوم يعني قبل يمكن قبل كم شهر يمكن الافرج عندنا في البيت 10 ميج، اليوم قاعدين نتكلم عن 50 و100 ميج، لان صار يعني طبعا اكثر استخدامك شغل من البيت، دراسه من البيت، فكل شيء من البيت. زين، فحين معناته عندك ديتا اكثر، مثل ما قال الدكتور جازم ديتا اكثر حين صارت على الانترنت، معناته الحمايه تبي اكثر، معناته عندك موظفينك يحتاجون الى تريننج اكثر واويرنس اكثر حق السايبر سيكيورتي، واللي ممكن انه في اي وقت انه طبعا شوف احنا قاعدين نشوف يعني قبل وينك من وقت لوقت بعيد تسمع عن احتيال، اليوم كل يوم وترك نازل لك الا بنفيت اللي حدث بياناتك كل يوم هذه. فصار يعني هاي طبعا احنا بالنسبه الى حمايه الخدمات اللي نعطيها، احنا نقدم خدمات مثل اكثر شيء الكلاود، طبعا الاي بي صار الاي بي عندك البداله مالتك في الكلاود، غير لنا طبعا اي دبليو اس هذه احنا خلاص هاي يعني تقريبا من الحكومه اخذت القرار من هاي، والكل اغلب الحكومه الحين كلها عن طريق الكلاود، فمعناته البيانات مالك كلها موجوده على الكلاود. فطبعا اكيد اي واحد من ابن الوس بيتكلم بيقول لك ان خلاص عندنا احنا فول بروتكشن والاشياء وهذه، بس من وقت لوقت تسمعها في ليك هني والله في ليك، الملايين البطاقات انكشفت حق لوادم، ملايين الحسابات راحت، وكل يوم نترك يعني بس الحين بس سوي سيرت بتشوف خلال الاسبوع اللي طاف ايش قد، مثلا تاريخ 10 اللي قبل 4 ايام وزاره ال وزاره المواصلات الايرانيه هاكت، كم فالوزارات هاكت الشركات الاولي والتالي فيه. فيعني أهمية الأمن السبراني صار جدا أولوية، وحماية الشركات أولوية جدا يعني. شكرا على شرح حضرتك دكتور هشام العمال. من وجهة نظر حضرتك أهمية الأمن السبراني لو من وجهة نظر أكاديمية بحكم دراسة حضرتك وبحكم تخصصك الأكاديمي في جامعة البحرين، رأي حضرتك شيء زي تشوفه؟ شكرا جزيلا. طبعا أؤكد على كلام الأخوة اللي تكلموا سابقا عن يعني تحول الحياة من الحياة الواقعية الفعلية اللي في الواقع الملموس إلى الحياة السبرانية أو الافتراضية، يعني هذه شيء ندركه حاليا، لأن خصوصا بعد الجائحة وحتى قبلها يعني انتقل كثير من الأنشطة البشرية إلى العالم الافتراضي، فعلشان كذي في أهمية كبيرة لتوفير الأمن. يعني أحياناً يكون حتى أهم من توفير الأمن الفيزيائي أو الجسدي. من ناحية علمية طبعاً النماذج للأمن السبراني تطورت من نماذج بسيطة في البداية كانت تراعي حماية الاتصالات ما بين شخصين، كيف أحمي أنا، المثال اللي دائما يضرب لطلبة الأمن السبراني عندهم شخصين يبون يتخاطبون أليس وباب، وكيف أحمي الاتصالات ما بينهم، كيف أشفر الاتصالات. هذه كانت نماذج بسيطة ويمكن حتى ساذجة نوعا ما، تطورت الآن إلى نماذج معقدة. يعني طالب الأمن السبراني والمختص
لابد أن يبرع في الكثير من العلوم، لأن الجانب التقني هو مجرد جزء واحد منها، في أجزاء أخرى، لأن أنت قاعد تشتغل في وسائل التواصل الاجتماعي، الجانب الاجتماعي مهم، فضروري أنه يفهم في علم الاجتماع الأمور الإدارة وكيف تدير الموظفين اللي في الشركة وكيف تحميهم وتوعيهم وتخليهم يحمون نفسهم، لأن الحلقة الأضعف في أي يعني منظومة أمن سبرانية هو البشر. فتعقدت الأمور، ولكن في نفس الوقت المهارات والقدرات على ترتيب هذه الأمور وتدريب المختصين أيضا تطورت. الأشياء الثانية في من ناحية الأهمية، طبعا مثل ما قلنا انتقلنا إلى العالم الافتراضي، فحاليا لم يعد الأمن السبراني اللي هددك هو شخص يعني وحيد يمكن هو الهاكر، وإنما صارت دول تتخصص في هالأمور، صارت أمور تجارية، بإمكانك تدخل على ما يسمى الدارك ويب وتشتري يعني آليات من ناس متخصصين تقدر تستخدمها علشان تخترق، علشان يعني تعمل أمور من هالقبيل. فالأمور متجهة إلى التعقيد، لكن في نفس الوقت الأهمية موجودة. بس آخر نقطة أبغي أذكرها في هالموضوع، موضوع الأهمية، إن إحنا الأخوة يعني المختصين دائما يذكرون أمثلة كبيرة وأرقام ضخمة وأشياء خطيرة، فنحس بالهلع. أنا يعني أرجو أن الإنسان البسيط والإنسان العادي ما، أو حتى المؤسسات والشركات، لازم ننظر إلى أن هذه واقع في الحياة وشيء بالإمكان التعامل معه بصورة جيدة. فالمفروض أن الواحد ما يحس بالهلع، وإنما يعني يقوم بإعداد نفسه وبناء قدراته بحيث أنه يقدر يتصدى حق هالنوع من الهجمات. شكرا دكتور شم، أصرت حضرتك نقطة مهمة الحقيقة كنت عايز أعرج إليها، موضوع الطلاب بالنسبة لجامعة البحرين. تقريبا هل في إحصائية بعدد الطلاب اللي بيدرسوا الأمن السبراني في جامعة البحرين؟ إحنا سلمك الله عندنا برنامج ماجستير حاليا في السنة الرابعة، عدد اللي تخرجوا منه تقريبا 30 شخص، لأن إحنا كنا في البداية ننظر إلى أن كفاءات ومهارات الأمن السبراني شيء مهم حق الوطن، حق البحرين، فبناء القدرات الوطنية اللي تقدر تتصدى حق هالنوع من الأمور شيء جدا يعني مهم. فأنشأنا برنامج ماجستير فيه 30 خريج حاليا. أيضا يمكن شفتوا الإعلانات، تم الإعلان عن برنامج بكالوريوس في الاختصاص الأمن السبراني، لحد الآن يعني إن شاء الله بيكون مع دفعة القبول الحالية اللي بتبتدي في سبتمبر. شكرا جزيلا دكتور شهاب. السيد علي بشارة على ذكر السيد راشد آل سنان، ذكر على طول بنفيت، وكل يوم نسمع عن اغتيال كل يوم نسمع. فبحكم بقى حضرتك تخصصك في بنفيت، لو تكلمنا عن أهمية الأمن السبراني وازاي انت حضرتك بتشوفه خاصة وجودك في الشركة. نعم، بداية نشكر جرة الوطن على استضافتنا في هالندوة، وصراحة جمعتنا مع ناس يعني قدوات لنا وأحبابنا. بالنسبة حق الأمن السبراني، نفس ما تفضل الجماعة، يعني قبل كانت الأمثلة بسيطة جدا بالنسبة للدكتور، والحين يعني انتقلت إلى مستويات أعلى. لكن لو نلاحظ في مسألة البنفيت، نلاحظ أن المجرمين الإلكترونيين يستخدمون آليات يمكن بعد حتى ما تعتبر تقنية. يعني بالنسبة حق العمليات الاحتيال اللي قاعدة تصير حالياً على بنفيت، المجهود التقني اللي قاعد يصير فيها جداً يعني رديء. تشوفهم يسوون موقع مشابه حق موقع بنفيت، كوبي بيست من الموقع وفي فورما تعب، حتى لو تلاحظ فوق حاطين CPR كأحد اللوجوز الرسمية. نعم. ورمز المصرف المركزي وكذا. هو يطارش شنو هالعملية يسمونها الفيشنج، سامح انقطع الفيديو عندي،
يسمونها العملية الفيشنج، اللي هي أنك تقط سنارة وتحاول تصيد ناس، فهو يرسل مسجات حق ناس كثير جدا، حتى ناس ما عندهم بنفت يقولون لي، يرسل لهم الرسالة، هو يبيك الطعم هذه لو يطق عليك الرابط، فيحاول يخوفك أن السي بي آر مالك انتهى، أو أنه بينقفل حسابك في بنفت، دش على الرابط. فتلاحظ نوعية المسجات الفيشنج دائما فيها أن ناس ما يقول بحريني يحن، سوي كذي كذي، يحاول يعني يخليك تأخذ أكشن. فلما تدخل تدخل اليوزر نيم مال البنفيت اللي هو رقم تليفونك، وبعدين يخليك تدخل الباسورد مالك مال البنفيت، ويطلب سي بي آر، وأنت تبعث هالمعلومات حق الهاكر. الهاكر شنو يصير عنده؟ يصير عنده قاعدة البيانات بالناس اللي دخلوا الباسورد مالهم، فهو عنده الباسورد، عنده رقم تليفونك، عشان يفعل هالعملية على تليفون آخر يحتاج شيء واحد فقط اللي هو الـ OTP. الـ OTP اللي هو One Time Password، المسج اللي يجيلك على جهازك. فشي سوي؟ شلون يحصله ذي؟ هو بعيد عنك، أحيانا يكون برا على البحرين. شي سوي؟ يتصل فيك تليفون يقول لك أن أنا من بنفت، بلغة ركيكة جدا، مو بروفيشنال، وغالبا ما يكون لا عربي ولا بحريني، يعني صوته مو بصوت شخص يكلمك من شركة كبيرة. فشي سوي؟ يقول لك أنا برسل لك كود وعطني إياه. إذا طيب أنت اقرأ الكود اللي بترسل لي، ليش تبيني أنا أقرأ لك إياه؟ ويعطي الكود خلاص، يعني الحلقة انتهت بمجرد أنك تعطي رقمك والباسورد مال بنفت وذي. بعدين شنو نسوي عشان يفتح الحساب البنكي؟ أنت تضغط على الحساب البنكي، هو يكون غير مفعل، عشان يتفعل بعد يك OTP ثاني، والشخص اللي مثلا الضحية يعطيه بعد كلمة السر الثانية، وعشان يرسل مبلغ أكثر من 500 دينار بعد في OTP ثالث، وبعد الضحية يعطيه، بعدين يقول لك يمكن عقب ثالث رابع باسورد يعطيه، يقول أحس أنه في خلل، في كأنه شيء مو بعدل، يسكر التلفون ويتصل فينا يقول والله بقوني أو استغلوني كذا قصوا علينا. فإحنا شنو نقول؟ هاي دائما نقولها، لا تضغط على رابط من مكان ما تثق فيه، إذا شكيت اتصل في الشركة نفسها اللي اتصلت فيك أو البنك، لأن هما شنو كموجة هذين المحتالين، يعني يشتغل شوي على بنفت لين شافونا صككنا عليه، يروح على مؤسسات مالية، بعدين يروح على بنوك، بعدين يروح على مؤسسات أخرى، البريد، رسائل البريد بعدها انتشرت. فبوقف هنا وإن شاء الله بضيف بعدين نقطع على مسار العمل في المجال الأمن السبراني. السيد حسن محي، تفضل وجهة نظر حضرتك بخصوص أهمية الأمن السبراني، خاصة أن أشكر إخواني ما شاء الله غطوا جوانب كثيرة في المجال، لكن عجبتني كذا ملاحظة يعني قالها الدكتور هشام بخصوص يعني تعدد المهارات المطلوبة في الأمن السبراني. يعني إحنا الآن الكثير يتكلم عن الأمر السبراني بمعزل عن باقي التخصصات، وكأنه هو شيء وحيد، أنت ما تقدر تتكلم عن الأمر السبراني بهذه الطريقة، لأنه كل ديجيتال ترانسفورميشن أو تحول رقمي أنت الآن تحاول تنفذه في أي مؤسسة أو في أي شركة راح يكون في جانب الأمن السبراني. يعني على مر السنوات لاحظنا مناطق الضعف، أن المؤسسات أو مثلا الإدارات العليا أو المانجمنت لما يحاولون يواجهون تقنية المعلومات أن يطلعون بمشاريع جديدة أو تحول رقمي، دائما يهمل جانب الأمن السبراني أو مناطق الضعف في هذه التحولات الرقمية إلى النهاية. يعني بعد ما يكمل التحول الرقمي، يكمل المشروع، يطلع فيه إلى العامة، يطلع فيه public، بعدين يكتشفون الثغرات ومناطق الضعف. وإحنا طبعا هذه يمكن الأخوة في المجال يعرفون أنه هذه خطأ كبير من ناحية إحنا نسميها يعني security from the design stage. لازم إحنا نأخذ security principles من البداية، من بداية المشاريع. وحاليا إحنا في الوقت الحالي يمكن من بعد الباندميك، يعني أكثر الجهات، أكثر المؤسسات، الجهات الحكومية أو الجامعات توجهت إلى التحولات الرقمية بشكل كبير. يعني صار التعليم عن بعد، صارت المحاضرات عن بعد، أصلا الندوات عن بعد، حتى الاجتماعات الإدارية وغير الإدارية عن بعد. فلذلك صار الموضوع حماية المعلومات والبيانات والاتصالات شيء أساسي لا يتجزأ من كل مجالات الحياة اللي احنا فيها. غير عن ذلك مثل ما ذكر الأخ علي بشارة، يعني
اللي يستهدفون المواطنين او الناس بالاحتيال ما مو بالضروره يكونون هاكرز يعني بمسمى هاكرز، ولا انهم خبراء، قد يكونون ناس يعني لا يفقهون شيئا في المجال لكن يستخدمون تقنيات بسيطه جدا، وهي ببساطه العامل النفسي، يعني يستغلون العامل النفسي والخوف عند الناس حتى يحصلون على المعلومات عن طريق عمليات الفيشنج او التصيد، وايضا السوشيال انجينيرنج يعني الهندسه الاجتماعيه، يعني حاول ياخذ منك معلومات اكثر من اللي هو يملكها، يعني لحد ما يتوصل الى كميه كافيه من البيانات ويفتح حسابك او يقدر يعمل لوجن يعني كانه انت، بحيث انه يقدر يسرق اموالك، يسرق بياناتك اذا كانت بيانات حساسه. فلذلك انا يعني حتى لا اطيل على الاخوه، يعني حقيقه انا اشوف انه التوجه لازم يبدا من الادارات العليا، من المانجمنت، من البورد ليفل، انه يعني يعطون اهميه اكبر للموضوع الامن السيبراني، ما يتم الانتظار الى ما بعد تنفيذ المشاريع وبعدين احنا ندخل في موضوع ها شلون السكيورتي، هل البرنامج امن، خلينا نجيب شركه تفحص الثغرات، لا تكون من البدايه. شغله ثانيه الريسورسز، كميه الموظفين او المهارات اللازمه للموظفين اللي نحتاجها الان لحمايه البيانات يعني صارت اكثر واكبر بكثير. عندنا مثال يمكن البنك المركزي الاسبوع الماضي يعني اصدر التعليمات الجديده او الريجوليشن الجديده في الرول بوك، يعني من صفحه واحده الان احنا لدينا 26 صفحه متطلبات الامن السيبراني للبنوك. فيعني هذه ايضا نقطه مهمه جدا بالشركات الماليه والبنوك، مثلا على سبيل المثال كوني اعمل في بنك، انه انا اعطي اهتمام اكبر بموضوع الريسورسز، يعني توفير الاشخاص المناسبين في المجال المختصين عندهم شهادات كافيه. وايضا شيء جيد انه البحرين اهتمت في هالنقطه، والان صار عندنا يعني برامج بكالوريوس وبرامج ماجستير في الامن السيبراني كانت سابقا قد لا تكون موجوده، فكان الاعتماد الكبير على الدراسه في الخارج او الشهادات الاحترافيه فقط. فانت يعني تنتظر انه شخص يتخرج من تقنيه معلومات بشكل بسيط وبعدين يبدا يحاول يتعلم الامن السيبراني. انا احس ان التوجه لازم يكون الامن السيبراني في كل المجالات، في كل التخصصات من البدايه، من اول يوم. يعني هذه وجهه نظري، واشكر الجميع واسف على الاطاله. شكرا جزيلا. دكتور يعقوب العوضي، الحقيقه كنت عايز اطرح على حضرتك اهميه الامن السيبراني من وجهه نظر استثماريه، من وجهه نظر القطاع الخاص، وعايز انتقل لنقطه ثانيه مع حضرتك برضه نثيرها على اساس نعممها على الساده الضيوف. هل يمكن دراسه الهجمات السيبرانيه المضاده المحتمله؟ هل يمكن عمل سيناريوهات لمواجهتها؟ تفضل. الله تسلم اخوي، الموضوع مهم والمحور ذي مهم. انا كان عندي بس تعليق بسيط على المحور السابق بس ما بطول عليه. طبعا المحور السابق بالنسبه حق اهميته حق الحكومات، مثل ما انت عارف اليوم كل الدول تتكلم عن الاقتصاد الرقمي، واقتصاد مهم جدا، فاذا ما يعني من غير ركيزه او الامن السيبراني انت ما يكون عندك امن او اقتصاد رقمي. فهذولا يعني او رافد اساسي له او قاعده اساسيه. الحاجه الثانيه اللي قاعد نشوفها مثلا على مستوى الحكومات البحرين تحديدا يعني والعالم كله، يعني بدات الحكومه تنشئ هيئه متخصصه جدا في مجال الامن السيبراني، يعني من خلاله مثلا يعني لتتصدى يعني من قطاع الحكومه. الاخ حسن تكلم عن الجانب التشريعي في المصارف الرول بوك اللي حدثته، يعني المصرف المركزي. وسعيد جدا انا طبعا اني انا اسمع من الدكتور هشام ان موضوع البكالوريوس طبعا شيء مهم، ويشكر عليه الدكتور، هو للامانه يعني بذل جهد كبير وجبار في هالمجال. بالنسبه حق سؤالك يعني كيف مثلا يمكن دراسه الهجمات السيبرانيه المضاده المحتمله، احنا طبعا شو نسوي في ان جي ان؟ تركيزنا طبعا احنا على ثلاث محاور اساسيه. المحور الاساسي الاول انه يكون عندك مثلا تكون مثلا شركات عندها اجهزه حمايه ويعني كافيه. وطبعا تقليديا كل الهاكرز او يعني القراصنه كانوا يركزون نشاطهم او جهدهم على القطاعات المصرفيه بحكم انه مثلا مجزي، ممكن من خلال مثلا يستولي على معلومات معينه او من خلال رانسوم وير او عده تداخلات.
ولكن اللي نشوفه اليوم شيء غريب أمانة، أنه التركيز بدأ على قطاعات مختلفة مثل القطاع الصحي، القطاع التعليمي، القطاع الـ يعني الطاقة. والقطاع الصحي يعني تبين فيما بعد أنه المعلومات طبعا أو البيانات اللي موجودة فيها قيمة جدا، من خلالها الـ يعني الهاكرز يأخذونها ويتداولونها ويعني يستخدمونها طبعا بعمل تجاري. فالقطاعات مثل ما قلت، هذول القطاعات قد تكون يعني قطاعات ما عندها الحماية الكافية اللي موجودة أو الإمكانية الكافية مثل ما الجهات المصرفية. بالنسبة حق اللي نقوم به، احنا مثل ما قلنا الجهات الثلاثة اللي هي أجهزة الحماية، وعندك الجانب الثاني الجانب السيستمز الأنظمة، يعني البروسيجر والسيستمز اللي تكون موجودة أنك أنت تتصرف بحيث مثلا لما تقع في مثلا ضحية احتيال، شو الإجراءات اللي تقدمها أو تسويها تتخذها من هالجانب. الجانب الثاني الله يسلمك هو الجانب البشري، هو طبعا هو احنا نراه يعني من خلال ممارستنا وعملنا. وطبعا الاخوان ذكروا الاخ علي بشاره والاخ حسن ذكر موضوع انه الاحتيال، طبعا الهاكر ما ممكن يدخل في اي سيستم الا بمساعده شخص يعني يساعده من خلال اعطائه معلومه ان كانت او تي بي او ادخاله مثلا بيانات يوزر نيم باسورد من خلاله يتسلل الدخول بها. احنا من خلال عملنا طبعا في ان جي ان نقوم على رصد هذه الهجمات والقضاء عليها في مهدها. يعني عندنا الله يسلمك مركز متقدم السكيورتي اوبريتنج سنتر، هو طبعا من اوائل المراكز الموجوده في الامر السبراني في البحرين، وتعمدنا طبعا ان نركز وننطلق من البحرين يعني لسبب انه يعني نبني الخبره وننطلق منها. والحمد لله توسعت قاعدة أعمالنا في البحرين وخارج البحرين وبكوادر محلية وكوادر طبعا أجنبية. نفتخر طبعا عندنا كوادر بحرينية مؤهلة من خلال طبعا معهد NGN. فالمركز يعني يقوم على مدار الساعة بتوفير وسائل حماية يعني غير مسبوقة لنظم المعلومات في مختلف الجهات، سواء القطاع العام والخاص. مثل ما قلنا يعني أول شيء نسوي إحنا يعني عندنا خبراء وعندنا منهجية في مراقبة يعني خلينا نقول العملية، وبعد من خلال رصد ومنع الهجمات الإلكترونية والقضاء عليها. في نفس الوقت احنا صراحة نقوم بإنذار مثلا عملائنا مسبقا، لأنه أغلبية الهجمات تكون عادة محضرة لها مسبقة ومن الدارك ويب أو من جهات ثانية. نقوم يعني طبعا بإخبار عملائنا أن في مثلا هجمات محتملة في دول معينة أو هجمات معينة تخص قطاع معين، ونبدأ. ما أدري إذا انتبهتوا قبل يمكن أسبوع 10 أيام أو أقل من 10 أيام، كانت في اختراق لموقع لينكدين. فلينكدين تعرض لاختراق، وبعدين بياناتنا إحنا كأفراد وشركات بدأت يعني تتداول أو تستنزف من لينكدين، وبدأنا نخبر عملائنا سواء بالحادثة ذي أو حوادث ثانية مختلفة. فالرصد المستمر والله يسلمك والقضاء على مثلا على هجمات مثلا وتعرف مصادرها، هذا من 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 ابرز الاشياء اللي تي في بالي يعني تساعد عملائنا. تمام، شكرا جزيلا. الحقيقه كنت عايز اتطرق لنقطه دراسه الهجمات السبرانيه المضاده المحتمله. هل في احد من الضيوف صدى الضيوف يحب يشارك، يحب يضيف على ما اضافه الدكتور يعقوب العواضي؟ دكتور عبد الله، تحب لك إضافة على موضوع دراسة الهجمات السبرانية المضادة المحتملة؟ والله يعني في الواقع الأمن السيبراني بشكل عام يعني موضوع متشعب، وبالتالي يعني إحنا لو تلاحظ كل واحد من زاوية ومن وجهة نظر، لكن اللي يخلينا نكون يعني كلنا كل شخص من الموجودين الآن يتكلم بطريقة يعني قد تكون مكملة للآخر، هي لأنها تختلف الدوافع. يعني الدوافع الأخ علي مثلا بشارة يتكلم الدافع الاحتيال ويعني السرقة، في دوافع يعني سياسية، في دوافع تجسسية، في دوافع يعني تخريبية. فلو تلاحظ كل
المداخلات تكمل بعضها الآخر من زاوية الدافع اللي ينظر له الهكر. هل الهكر هو دافع سرقة أو دافع احتيال أو دافع تجسس أو دافع استهداف لأفراد أو لحكومات؟ ولذلك الموضوع يعني قد يتشعب إلى عدة أفرع ونأخذ وقت أطول وأطول. ولكن الأخ يعقوب والأخ علي بشارة وجماعة الأستاذ من راشد السنان والأخوان ماهين الجماعة الباقين غطوا الآن جميع الجوانب اللي تتعلق بالدوافع. الآن نسوي زوماً على محور مثلاً السرقة والاحتيال وكذا والسياسة والحروب وكذا وهلما جرى. فبهذه الطريقة راح نغطي جوانب كثيرة من السايبر بشكل عام، لأن مثل ما قلت لك هو شيء عام يعني يؤثر على الحياة والأفراد والحكومات. أمس إحنا كنا في شكلة مجموعة في الاتحاد البرلماني الدولي، وكان اجتماعها أمس أول اجتماع من جميع الدول، وترأس اللجنة الفرنسا، وكان يعني أحد البيلرز الأساسية والمهمة السايبر سيكوريتي، لجنة العلوم والتكنولوجيا. شفت لجنة العلوم والتكنولوجيا بشكل عام، ولكن ركزوا على الحماية واللي هي السايبر سيكوريتي دولياً، فبالتالي ها راح تنعكس على جميع التشريعات في الدول. أصبح يعني أمر مهم. فسامحني يمكن يعني بس على أساس من كل بس لو بإيجاز حضرتك بس تجاوبني، لو بإيجاز دراسة الهجمات السبرانية المحتملة هل بتخفض من كلفة الخسائر المتوقعة؟ هل شنو ما سمعتكم؟ دراسة الهجمات السبرانية المحتملة لما أنا بدرسها هل بتخفض من كلفة الخسائر المتوقعة على مؤسسات القطاع العام والخاص؟ لا طبعاً الحماية بعض الشركات تشوف إنه يعني الانفستمنت على الحماية كوست، ولكن في الواقع هو يعني راح يكون خسائر أكثر لما لا توجد حماية. يعني حركة لا تتفق مع السطح يعني. أي نعم تمام. السيد راشد سيدنا ده ممكن أضيف على هالنقطة برجع من ناحية يعني البحث عن الثغرات الموجودة أو الدراسة. إحنا الحين لنا عندنا فقرة أول شيء في الدوافع قالها الناس ما قلناها وقالها الدكتور، بعدين عندنا إحنا شلون نقدر نعرف إن في هجوم علينا. وفي كثير من الأحيان خبراء من المعلومات يقول لك أنت ترى يمكن يعني إذا ما اخترقت أنت ستخترق، أو يمكن إن الهكر قاعد عندك حاليا يجمع معلومات. يعني آخر شيء سمعته الأيام على الرانسومير اللي هي الفدية، شو يسوي؟ يقعد في النتورك عندك لين يحصل حتى بوليصة التأمين مال التأمين الأمن السبراني، يشوف كم العقد مالك مال التعويض مثلا 6 مليون دولار، يسوون لك رانسومير يعني يشفر معلوماتك ويرسل لك إيميل يقول لك أنا عارف إنك مأمن مع الشركة الفلانية بستة مليون، بس أنت أعلن كشركة أعلن إنك اخترقت وستة مليون بتدفعها شركة التأمين. لهالدرجة صاروا يعني وصار أحيانا يضغط عليك مثلا يجمع المعلومات ويطرش حق زباينك، ترى الشركة الفلانية تم اختراقها، يحاول إنه يأخذ منك يعني يضغط عليك. يعني أي بالضبط هاي الشكل القديم من الصورة مالت باتيا نوت باتايا أو الثاني وانا كراي، يعني الحين تعدوها انه يحط لك ريدمي فايل ملف صغير في الكمبيوتر تقرا تعرف انك صار لك هاك، فانت قاعد تدور حتى ما تدري انه صار عليك رانسوموير، لما توصل خلاص يعني يكون طاح الفاس في الراس. وطبعا عندنا شيء يسمونه الثريت هانتنج اللي هو اصطياد المخاطر. فانا كرئيس امن معلومات لازم اجيب ناس يدورون عندي في الشبكه يشوفون هل عندي الثغرات او indicators of compromise، هاي ما اعرفها بالعربي، يعني دلائل على الاختراق، يدورون ملفات معينه بصمات نعم يعني يدورون بصمات الهاكرز الموجوده، واذا حصلناها يعني نكون احنا محظوظين ان صدناهم قبل لا يسدوننا. تمام. كنت عايز اعرف راي السيد راشد السنان في هذا الامر، هل دراسه الهجمات السبرانيه المحتمله خفض كلفة الخسائر؟
هل تتفق او تختلف مع الطرح؟ ما لا اكيد 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 اتفق. كل ما عرف يعني عرفته قبل وقته تقدر تمنعه في مجالك تمنعه، او اذا كان يعني مثلا في احتمال ان في هاك معين يصير، انك ممكن انت بسرعه ان تسوي رياكشن ماله وتحد من الخسائر الممكنه. يعني مثل ما قال استاذ علي، يعني صوت تقريبا في شيء انه صار فريز عند ابو فيصل، كان انقطع الخط. اي اتصالكم يعني شوي انترنت مالي كله. ده رد حضرتك دفاع عن بنفيت، صح؟ حضرتك بتدافع عن بنفيت. دفاعنا للحب يا استاذ. اوكي تلكم تمام. طيب لغايه لما يرجع السيد راشد ارسنال، انا عندي تعليق حقيقه اذا ممكن اشارك فيه. تفضل. على راي الاخوه بالنسبه للتكلفه، يعني لو ننظر لها كمنحنى، يمكن في البدايه عند دراسه الاختراقات اللي تواجه الشركات مثلا الاخرى حوالينا، فيرتفع المنحنى شوي عند الدراسه، لان راح نحتاج نعمل انفستمنت، نضيف يعني مثلا اجهزه حمايه، بعض مثل ما قال اخ علي نستخدم اللي هو ريد تيمينج يسموها، او مثلا مختصين يعملون عندي اللي هو فحص الثغرات او الثريت هانتنج، البحث عن دلائل الاختراق. ففي البدايه راح احتاج انفستمنت، فراح يرفع عندي التكلفه. بعدين المفروض على المدى البعيد ننظر الى شيء اسمه احنا العائد على الاستثمار او ريتيرن اون انفستمنت، المفروض انه يخفض التكلفه المستقبليه او المتوقعه كخساره اذا حصل عندي اختراق. هاي نقطه اولى. النقطه الثانيه، احنا لما ننظر للاختراق يعني ليست فقط البيانات او قيمه البيانات، يعني الان قد يكون الاختراق شيء بسيط جدا. لو انا عندي صار عندي اختراق قد يكون لا يذكر، حتى ما في خسائر عليه، حتى قيمتها ما تتجاوز يمكن 1000 دينار، لكن هذا الاختراق تم نشره من قبل يعني المعتدي او التاكر في السوشيال ميديا بطريقه يعني صحيحه، قد يسبب عندي ريبيتيشنال دامج، اللي هو يعني ببساطه يؤذيني من ناحيه الصوره، صوره المؤسسه. فلما الناس مثلا بسيطه تسمع انه انا مثلا في بيانات سربت مني او تم اختراق الشركه، وقد تكون في الحقيقه البيانات يعني ليست لها اهميه، يعني قد يكون سيستم تيست ما في بيانات دمي او دمي ديتا احنا نسميها، لكن يبقى السمعه، مساله السمعه هذه راح تاثر عليك كشركه وعلى البراند او على الشعار هذه الشركه، قد يخفض لي مثلا قيمه اسهم هذه الشركه او قيمه تعاملاتها في البورصه، او مثلا يسبب لي دامج اكبر من المتوقع. فاحنا لما نجي ندرس التكلفه ننظر لها من كذا ناحيه او من كذا محور. يعني يمكن الاخ علي في اداره المخاطر التشغيليه يعرف هاي الشغله، لانه احنا ليس فقط توجهنا على الاجهزه، اجهزه الحمايه والبيانات تسريبها، ايضا ننظر الى الجانب الاخر ريبيتيشن وسمعه المؤسسه. شكرا جزيلا. الحمد لله على السلامه على عودة حضرتك استاذ راشد. لو حابب تكمل مشاركتك ابو فيصل بعد خطك الى بتلكم قلت لك. قاعد في المايلس، المايلس ما في تغطيه، فحط لي راوتر صغير. المهم بس انا يعني اكيد يعني المعروف اللي كنت بقوله ان اكيد انا اتفق معك استاذ وليد. نعم. بالنسبه حق ان اذا عرفنا احنا الشسمه من وقت عرفنا ودرسنا الهاكر وطرق الهاكر، ممكن احنا نوفر حماية، وحتى إذا كان صار هاكينج نقدر نعالجه بأسرع. أعتقد يعني تمام. في نقطة مهمة حابب أسألها مع حضرتك، يعني خبراء ومختصين في أمن المعلومات بيقترحوا أو بينصحوا بأن التخطيط والتفكير في مسألة الأمن السبراني بتسبق عملية الاهتمام بخدمات الحوسبة السحابية، رأي حضرتك في هذا الأمر؟ أكيد بدون شك، يعني الحين خصوصاً توجهنا الحين أكثر وأكثر إلى الكلاود سيرفيسز،
فالكلاود سيرفر طبعا اكيد لازم يكون عندك الحمايه كبير، لان الحين انت ما تتكلم عن عميل واحد، عن عملاء كثير، شركات كثير راح تتاثر لو صار اي اختراق. تمام. فهذه يعني دراسه الاشياء المحول وحوالي، يعني مو مجرد بس فاير فور فاير وول، وثاني شيء البوليسز اللي تستخدمها انت لازم تكون ذكيه جدا، انك قد ما تقدر. انها الحين تونا صاير قبل فتره قصيره الريجليتر تي ار سالتنا احنا كلنا ان نمنع اي اكسس مو سبيسيفيك اي بي، يعني فيه يعني مو براندوم اي بي، يعني هاي تو الحين صار هذا سائليننا عنه، فاكيد هم حاسين في خطر من هالناحيه هذه. وهذه احنا طبعا احنا نسويها مديم، يعني دائما لما نوفر اي خدمه على الكلاود لازم يكون في لها حمايه. والحين يعني الكلاود سيرفيسز صار عندك البدال الفويس سيرفيسز، مو بس الجسم، مو بس الويب سايت مال الشركه، والله هذه فاينانس سولوشن، كل شيء عن طريق الكلاود صار. تمام. دكتور هشام، راي حضرتك في ما طرحناه بخصوص موضوع ان الحوسبه الصحابيه لا تسبق الامن السبراني، ولكن العكس لابد من تهيئه الامن السبراني قبل الانتقال لخدمات الحوسبه الصحابيه. نعم، عندي بس مداخله بسيطه في الموضوع السابق. نعم. موضوع الدراسات والاستعداد. نعم. طبعا هي البحرين ودول الأخرى، يعني مثل ما ذكرت سابقا، ضروري أنها تبني قدراتها، capacity building، بناء القدرات مهم جدا، لأن أنت دائما في سباق تسلح، مثل سباق التسلح اللي كان يصير بين أمريكا وروسيا مثلا، لكن هذه ما بين الجماعة الهاكرز والمدافعين عن الأمن السبراني. الكل بين فترة وفترة أحد هالفريقين يصير هو عنده معلومات أكثر، عنده طرق أفضل، عنده وسائل أقوى من الآخر، وهو يعني شيء مستمر. فضروري أن يعني الدول أنشأت مراكز متخصصة يسمونها سيرت، Computer Emergency Response Task Force، ابتدت من أمريكا، من يعني حادثة مشهورة، وبعدين انتشرت في العالم. أنا سمعت أن مركز الأمن السبراني اللي في البحرين أيضا كان يعد شيء من هالقبيل، ويعني نرجو لهم التوفيق، وفيهم بعض طلباتنا الخريجين. فبناء القدرات الوطنية مهم جدا، لأن أنت في النهاية بعض الأمور الحساسة ما تقدر تتركها بالأوتسورسينج، ما تقدر تجيب خبير من خارج البلد ينظم لك الأمن السبراني، لأن أنت عندك أمور حساسة هو قد ينقلب عليك. فعلشان كذي أعتقد أن بناء الدراسات، بناء مراكز الأبحاث، بناء قدرات يعني الوطنية، هذه شيء جدا مهم. من ناحية يعني الكلاود وال حوسبة السحابية، هذه أيضا موضوع شائك، يعني إحنا دخلنا فيه بصورة متوسعة في الجامعة، وعندنا حاليا أيضا تخصص في الحوسبة السحابية، لكن مثل ما قلت تنتقل المشاكل في الأمن السبراني من مجال إلى مجال آخر، لازم تتعامل معها بصورة أخرى. الشيء الجيد أن الكثير من الشركات اللي توفر خدمات الحوسبة السحابية تتعامل مع هالأمر بصورة جادة وقوية، وحاليا حتى يعني الشخص اللي يبغي يستخدم الكلاود سيرفيسز يحتاج انه يمر في امور كثيرة أمنية من الأمن السبراني، لان هم ايضا مثل ما ذكروا الأخوة يخافون على سمعتهم. السمعة هذه شيء يعني جدا ثمين، وإذا خسرته ما تقدر تعوضه. ففي الكثير من الخدمات السحابية فيها يعني الخدمات الأمنية متوافرة، يبقى التصميم وبناء النظام بحيث أنه هو يستخدم هذه الخدمات ويحمي أي نظام حق أي مؤسسة. تمام. كنت حابب
أعرف رأي الدكتور جاسم حاجي. عندي مداخل. طيب ماشي، نسمع بس الدكتور جاسم حاجي وبرجع حضرتك إن شاء الله. بس دكتور جاسم تشاركنا برأيك؟ بالنسبة للسؤال الأخير، سلمك إذا اسمح لي، يعني وجد نظري بشكل متكامل، ما أقدر أرد يعني جهة واحدة لأن شوي أختلف في بعض الأمور عن طرق الاعتيادية بما نسمه. فإذا تسمح لي أشرح لك شلون الذكاء الاصطناعي لعب دور في كل المحاور اللي تكلمت عنهم في المستقبل. الأمن السبراني طبعا الكل عارف ما هو الذكاء الاصطناعي، لكن للذكر فقط أن الذكاء الاصطناعي ليس فقط تقنية بما اعتماده على البيانات data، هاي جزء مهم لأن في النهاية إحنا قاعدين نتكلم عن البيانات، وكل شيء نتكلم فيه اليوم عن اختراق بيانات، فقدان البيانات. وشيء آخر بأتقل أهمية إلى خوارزميات، الخوارزميات شلون تعلم الآلة لكي تتصرف مثل البشر، تتوقع تفكر وتأخذ قرارات أسرع من البشر وأسرع وبشكل أفضل. فهي باختصار بناخذ الموضوع ذي وبناخذه الحين إلى جانب الأمن السبراني. اليوم إذا تشوف الأمن السبراني، يعني سواء اتفقنا لليوم هذا الشيء قاعد يحصل في منطقتنا أو بكرة، لكن شيئا لا بد منه وقادم. أمريكا من الدول المتقدمة في التقنيات في الأمن السبراني. اليوم الاختراقات اللي صارت آخر فترة في الدوائر الفيدرالية في أمريكا، الهاكرز دشوا عليهم لليوم ما يدرون من وين، ولكن في شبه إجماع إن الوسائل استخدمت على الهجمات السبرانية في أمريكا ما كان عمل أشخاص أو أفراد أو هكذا اللي قاعدين نتكلم عنهم، يعني مهما كان قدرتهم كلهم قاعدين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في اختراعاتهم. الاختراقات عن طريق الذكاء الاصطناعي أو بما يسمى الـ AI والمشين ليرنينج. طبعاً هنا قاعدين نتكلم تعلم الآلة أو تعلم الذاتي، حيث إن الآلة تتعلم مع تطور مع الوقت، حيث أن في قراءة للمتغيرات في الديتا في النهاية. يعني المخترقين في السابق أو الهاكرز كانوا يطالعون الديتا أو يشوفون وين المتغيرات ويدشون ويشوفون وين الثغرات. طبعا ما في مقارنة اليوم بين عمل الإنسان في دراسة المتغيرات والفرص والآلة، يعني هاي شيء مفروغ منه، يعني قاعد نتكلم بالمئات الأمرار أكثر. فلذلك هم يستخدمون كل الهاكرز اللي يعملون هجمات على مستوى عالمي يستخدمون artificial intelligence. لذلك يعني شفنا يعني حتى أمريكا والدوائر الفيدرالية ما قادر يستخدمون يعني أي دفاعات ضدهم، قاعدين مثل ما تفضل الدكتور إنه يشوفون أي دولة يمكن أكثر معرضة لهالاختراقات أو عندهم سايبر كريمنالز. فلذلك اليوم أنت ما تقدر كأي مؤسسة في المستقبل أو اليوم، بداية لازم يكون من اليوم أن تدافع عن نفسك بطريقة اعتيادية وبالأجهزة الاعتيادية اللي عندك. يعني أنت ممكن إذا مؤسسات صغيرة أو متوسطة أو يعني الهاكرز اللي عندهم artificial intelligence مو بحاطين هين عليك، لكن إذا دشوا عليك بالartificial intelligence والmachine learning ما عندك أي فرصة للدفاع مع الأجهزة، خلينا نكون صريحين. ويا الأشخاص، لأن الأشخاص عندهم قابليات محدودة والأجهزة يعني ما في أي خلينا نقول منافسة بينهم بين الاختراعات واللي يسمونهم predictions of data or patterns analysis. خلال ثانية يعني محطوطين في كل الأماكن، يعني على النتورك بشكل عام وكل الشركات العالمية، وخلال ثواني بيحصلون أي فرصة، بيحصلون الindications والآلة قاعد تأخذ تلقائيا الهدف
التالي. فلذلك الأجهزة المستقبلية وحتى اليوم بدأنا فيهم، إذا خلينا نقول empowered مع الذكاء الاصطناعي ما بيكون لهم أي قيمة في المستقبل. لذلك الشركات كثير يدققون على تغيير المناخ، لأن أنت أجهزة الأمن السبراني يعني مو برخاص، ولا أنت تستخدمهم لفترة زمنية محدودة يعني لسنة سنتين، أنت ما تقدر تدفع بالعشرات الآلاف أو مئات الآلاف لشيء ممكن يحميك في المستقبل. نفس الشيء بالنسبة للأفراد، الأفراد أنت يعني عندهم قابليات محدودة ولازم كل مرة تدربهم ويكون لهم. أنا ما قاعد أتكلم عن الكل والكل بيخطفون، ولكن كثير من المحترفين في الأمن السبراني إذا ما كان عندهم في المستقبل القابلية مع التعامل مع الذكاء الاصطناعي مثل الأعمال الثانية اللي قاعدين نتكلم عنهم الحين، ما بتشعب عن الموضوع الأساسي، سيفقدون هالخصائيين الوظائف هم الحساسة، ونشوف كثير منهم يتحول إلى الذكاء الاصطناعي. الحروب المستقبلية لا يكون، أنا أختلف أن يكون حروب في الأمن السبراني، وكثير من المجلات العالمية ليس هم متخصصين في الأمن السبراني، متخصصين في أمور ثانية، يتكلمون عن حروب في مجال الخوارزميات، حروب الخوارزميات هم الحروب المستقبل وليس الأمن السبراني. فبالاختصار هاي كان يعني وجهة نظري في مستقبل الأمن السبراني والتحول، ليس التحول الرقمي لو التحول إلى الذكاء الاصطناعي. شكرا جزيلا. دكتور عبد الله كان عندك مداخله، تفضل حضرتك. نعم، انت الله يسلمك، يعني كان موضوع الكلاود كومبيوتينج، طبعا الكلاود كومبيوتينج يعني معظم يعني الحكومه وحتى الافراد الان وحتى احنا على مستوى الموبايل يعني صار الكلاود كومبيوتينج والبيك داتا هذه أماست حق نستخدم او نستفيد من هذه الخدمات اليوم. هذه الله يسلمك مملكة البحرين يعني أصدر مرسوم بقانون في هذا الشأن اللي هو تزويد الخدمات، مرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية عموما الله يسلمك. فأصبح الكلاود كومبيوتينج أماس حق الكل، الأفراد والحكومات، وتعرف أنت الآن حكومة البحرين وقعت عقد مع الـ AWS بهالخصوص، لكن واجهتنا مشكلة قبل العقد. طبعاً الولايات المتحدة الأمريكية عندهم قانون يسمونه Cloud Act، والCloud Act هذه يسمح للـ Enforcement في الولايات المتحدة الأمريكية أن يسوي Access حق كل الشركات الأمريكية regardless الـ Boundaries وين موجود، يعني regardless الـ Server في وين موجودة خارج الـ Boundaries مال أو خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك الأكت من خلال هذا الأكت اللي هو الكلاود أكت يسمح للجهات الأمنية الخارجية بأكسس إلى المعلومات يمكن خاصة بالدول بالأفراد في هذه في المجتمع أو في أي دولة أخرى. البحرين يعني مملكة البحرين والله الحمد يعني كانت يعني تنبهت لهذه الموضوع قبل لا يكون توقيع واسع النطاق مع AWS. فأصدر هذا المرسوم اللي ذكرته، مرسوم بقانون 56 لسنة 2018 بشأن خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية. ولذلك إحنا لما نوقع عقد أو أي شركة توقع عقد مع شركة أجنبية راح تكون في البحرين خاضعة تحت هذا القانون، واللي هي حماية الخصوصية للأفراد والحكومات اللي راح تسوي كلاودد حق الديتا مالها في هاي الشركات الأجنبية. ويعني هذه حبينا ننبه فيه ان البحرين والله الحمد عندها قوانين متقدمه وواعيه لهذه الامور، بالرغم من ان تعرف انت في كثير من الدول العظمى تحتاج ما تحتاج منك الاذن لما هي الشركه امريكيه اللي تدخل في السيرفرز مالها. فهاي القانون اعتقد قانون الحوسبه السحابيه البحريني يعني حد من هذه الامور. نعم وليد، أنا عندي مداخلة إذا تسمح لي بخصوص الحوسبة دوم إحنا نتكلم عن الموضوع. طبعاً الله يسلمك في مفهوم يعني شايع وخاطئ للأسف بالنسبة حق الشركات وبعض المؤسسات، إن تعتقد إن
كون وجودها او تحول بياناتها على يعني على السحابه يعفيها من مهام توفير نظم امن السبراني، وهذا مفهوم خاطئ. يعني مثل ما قال الدكتور هشام انه الشركات طبعا ما يعفيها انها هي تسوي التصميم الكافي اللازم والحمايه اللازمه لمعلوماتها، ف امازون او مايكروسوفت هذول ما يعطونك الحمايه الكافيه انك تحمي يعني البنيه التحتيه السحابيه. فهالشيء حقيقه شائع عند كثير من المؤسسات والشركات مع الاسف، يعني هالشيء ينبغي له تنويه له. تمام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الحين عندي سؤالين مرتبطين ببعض بس ارجو الايجاز على اساس المحاور تبقى كلها على جميع الضيوف. السؤال بيقول اول سؤال او استفسار، هل الامن السبراني هو السبيل الوحيد لمواجهه القرصنه؟ والتحديات اللي بتقابل الامن السبراني او منظومه الامن السبراني بواجهها؟ السؤالين دول مع بعض، الاستاذ حسن يقدر يفيدنا في هذا الامر. هل الامن السبراني هو السبيل الوحيد لمواجهه اخطار القرصنه؟ يعني باعتقادي لا، ما بيكون هو الامر الوحيد يعني. تمام، طيب هل التحديات اللي انت من وجهه نظر حضرتك اللي بتواجه الامن السبراني؟ الانفستمنت اول شيء، يعني توفير البادجت او راس المال الكافي للاستثمار في تقنيات الحمايه، حمايه امن المعلومات، حمايه امن البيانات. ايضا بصراحه انا اشوف نحتاج تنسيق اكبر من ناحيه الريجوليشن. يعني على سبيل المثال احنا الان في البحرين تم اصدار قانون حمايه البيانات الشخصيه مثلا قبل سنتين في 2018، وصار بعدين اكتف في اوغست 2019. بعدها صار عندنا مثلا بعض الاجراءات والتغييرات اللي استلمناها يعني حديثا من البنك المركزي مثلا بالنسبه للجهات الماليه والبنوك. احنا نحتاج تنسيق بين كل هالجهات يعني من ناحيه الريجوليشن. يعني مثلا على سبيل المثال انا حتى اقوم بتغييرات معينه تخص حمايه البيانات ما لازم اعاملها بمعزل عن الامن السبراني، لانه كيف نحمي البيانات، كيف نحميها من دون تقنيات الامن المعلومات وحمايه امن المعلومات. حمايه البيانات تدخل في صلب موضوع الامن السبراني، فانا اعتقد كان المفروض يكون في ترابط بين الاجراءات اللي تخص الامن السبراني وحمايه البيانات. هاي نقطه. نقطه ثانيه من ناحيه الاختراق، يعني التحديات اللي ممكن تواجهنا في مساله مهمه، يعني انه ذكرت من قبل الاخوه والمختصين الاختراق يعني لابد منه. انت ما دامك على الانترنت، ما دامك عندك خدمات تقنيه حلول رقميه، انت معرض للاختراق. انت في ناس تراقبك، في ناس تفحص خدماتك، تشوف وين الثغرات، تجمع بيانات عنك. فهو هذا الاختراق مساله لابد منها. فالانتباه الى عده محاور من ضمنها التامين، وثائق التامين او بوليسه التامين لازم تكون يعني بشكل مدروس بشكل صحيح، وشنو شنو النقاط اللي راح تغطيها البوليسه هذه. يعني الان إذا أرجع لنقطة ذكرها الأخ علي بشارة في الحديث عن بعض الأتاكرز يشوفون شنو بوليس التأمين اللي عندك، ويقول لك أنه مثلاً أنت عندك 6 مليون دولار ادفعها لي أحسن لك. الآن تنبهت شركات التأمين لهذه النقطة وبدأت ما تغطي بعض الأمور في البوليس التأمين، من ضمنها مثلاً الرانسوم وير أو اختراقات الفدية. هذه مسألة مهمة أيضاً، تحدي بالنسبة لي أنا كمختص في أمن المعلومات. طيب أنا ما اقدر انطي ضمانه او اوفر ضمانه كافيه لاي جهه، لا للجهات الحكوميه ولا مثلا للاداره عندي، انه انا محصن 100% ولن يتم اختراقي. كيف انا اقول لك هالكلام؟ ببساطه شركات كبرى مثل مايكروسوفت، مثل فيسبوك، مثل لينكدين تتعرض للاختراق وخدماتها فيها ثغرات. يعني فانا كيف يعني اضمن هذه المساله اذا التقنيات اللي انا استخدمها من الشركات الكبرى فيها ثغرات امنيه؟ فما في ضمانه 100% اقدر انا اوفرها او اعطيها لاي جهه، ان كانت حكوميه او اداريه او مثلا تنظيميه مثل البنك المركزي، واقول انه لا يمكن ان انا اتعرض للاختراق، انا 100% محصن. ممكن انه انا احاول احسن من وضعي من ناحيه دراسه الهجمات اللي حوالي، من ناحيه التخطيط المسبق للتعامل مع الاختراقات او الهجمات اذا حصلت، ولا بد تحصل يعني. وكيف انا مثلا احاول اتلافى الامباكت او اتلافى الدامج اللي ممكن اواجهه انا كمؤسسه او كجهه باقل قدر ممكن، يعني اطلع باقل قدر ممكن من الخسائر.
ولازم مباشره اكون واضح ايضا مع 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 العملاء اللي انا الكاستمرز اللي عندي او المواطنين اذا كانت جهه حكوميه انه في محاله افتراق ويعني نحن نحذركم انه تجبهم مثلا لاي رسائل او مثلا ايميلات توصلكم من جهات غريبه. يعني هاي النقاط اللي عندي وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور هشام. هل حضرتك ترى ان الامن السبراني السبيل الوحيد لمواجهه اخطار القرصنه؟ وذكروا الاخوه يعني في اثناء حديثهم عن امور كثيره منها يعني الامور الاجتماعيه الهندسه الاجتماعيه اللي هي بين قوسين يعني النصب والاحتيال، يعني في مهارات اخرى غير عن المهارات التقنيه مثل ما قلت. لكن طبعا هذه كلها لازم تخدم منظومه الامن السبراني. نعم. أنا أعتقد يعني من الأشياء المهمة من التحديات المهمة في هالموضوع هي التحكم في العنصر البشري، لأن العنصر البشري هو حلقة يعني الحلقة الأضعف في هذه المنظومة. من التحديات أيضا عملية سد الثغرات في أنظمة التشغيل، يعني هي التحديث نظام التشغيل مثل الويندوز أو غيره ممكن هو يسبب ثغرات. من التحديات الكبيرة التوصيل الآمن للإنترنت، يعني حاليا كل شيء موجود على الإنترنت ويمكن من أهم التحديات الكبرى اللي يعني هي تحدي علمي في الحقيقة وتقني، إن حاليا جميع الأنظمة هي تعتمد على التشفير وخوارزميات التشفير الحالية. يتنبأ العلماء أن مع اكتشاف الكوانتم كومبيوتينج والحوسبة الكمية أنها خلال 25 عام القادمة راح تصير يعني ما منها أي فائدة، وبإمكانهم أن يخترقون أو يعني يكسرون الشفرات هذه كلها. هذه تحدي كبير على مستوى يعني الدول حاليا قاعدة تنظر في كيف يتم علاجه في المستقبل. شكرا جزيلا. السيد راشد السنان شاركنا حضرتك الرأي. صوت كان الصوت يعني ما أعرف إذا جزء منها، يعني كلها أنا أعتبرها جزء من منظومة الأمن السبراني، سواء كان يعني وخصوصا يعني أكثر مشاكلنا اللي هي الموظفين تجي من ساعات من الموظفين، فلازم يكون في تثقيف للموظفين بالاحتمالية، يعني غير التكنيكال. أنا بخلي التكنيكال حق اللي هم متخصصين فيه، وكذلك الزبائن. عندك الزبائن لأن لازم من وقت لوقت تعطيهم توعية على اللي ممكن يكون، يعني دائما احنا ناخذ هذه في اذا في مثلا احنا نشوف مثلا البنك المركزي من وقت لوقت يرسل مسجات يعني رسائل حق كل البنوك ان ترسل حق كل الزباين مالها عن تحمي نفسها من عشان لا تعطي اي رقم سري او رقم بطاقه والله، يعني كل هالاشياء هذه اعتقد انها هي من نفس من نفس المنظومه، وهي مهمه جدا. يعني هاي اللي هي سبل لحمايتنا يعني من الاختراقات. يعني تمام. الدكتور عبد الله الزوادي شاركنا حضرتك، هل ترى ان منظومه الامن السبراني ابرز التحديات فيها وهل هو السبيل الوحيد لمواجهه القرصنه؟ طبعا خلينا نحط التعريف صحيح. الأمن السيبراني هو يعني منظومة أو فريم وورك، سواء كان يعني هاي فريم سؤالك، يعني هل الأمن السيبراني هو السبيل للحماية من قرصنة؟ هو الأمن السيبراني هو فريم وورك يشمل الحماية التقنية ويحمل الحماية التوعوية ويشمل الحماية الوقائية. هذه كلها يعني الريسك مانجمنت اللي هي البروأكتيف، يعني تحديد الخطط للأمن السيبراني سواء كان سايبر سيكيورتي فريم وورك ISO 27001، هاي كلها منظومة متكاملة حوكمة تدخل فيها حتى بناء القدرات، يعني تدخل فيها التقنية والأفراد والتوعية وإلى آخره. فإحنا المنظومة السؤال أنت يمكن السؤال تقصد هل
هل الحماية التقنية هي السبيل في الحماية من القرصنة؟ أنا أقول لك هاي السؤال المفروض اللي أنت كنت يعني تسأله بيكون محدود إلى التقنية فقط، يعني how we protect ourselves from technical perspective. السؤال لما تقول أمن السيبراني أو أمن المعلومات يشمل من جميع النواحي، من شلون تحمي نفسك من الهندسة، شو اسمه العبارة الاحتيال وال. في رأي حضرتك التحديات أبرز. فاحنا نتكلم عن لما تقول منظومة الأمن السيبراني، لما تقول أمن معناته يشمل أفراد وتقنية ووقاية وبروتكشن وريسك مانجمنت وإلى آخره. أنت في وين المنظومة ذي؟ يعني أنا مثلاً مؤسسة أو بنك أو حكومة، أبدأ بالبروأكتيف، أسوي الريسك مانجمنت، الأسيت يعني ايدنتيفيكيشن، وأحمي هذه الأسيت وأحمي الموظفين والدخول والخروج، كلها تحت منظومة الأمن السيبراني. تمام. أو الأمن السيبراني. لو انتقلنا للتحديات. تحديات من أي ناحية سألتك؟ التحديات بشكل عام اللي ممكن تواجه منظومة الأمن السيبراني بوجه عام. تحديات عندي. تواجه أفراد. اي نعم، في تحديات تقنيه، يعني انت التحديات التقنيه من خلال يعني منظومتك التقنيه في المؤسسه، نوعيه الفاير وولز اللي تخليها منظومه الى اخره، بالنسبه حق الافراد توعيه الافراد ببروتوكولات معينه كيف يتعاملون مع المعلومات، وكيف يعني حمايه باسورد مالهم، كيف حمايه الاكسس، لما تروح حق الوقايه بشكل عام كيف تخطط، كيف تطلب البجت حق هاي التقنية. فهاي كلها تحديات، تحديات هي تتنوع ما بين تقنية وأفراد وتوعية وإلى آخره، ترينينج يعني بيلدينج كاباسيتيز مثل ما قال دكتور هشام. يعني خذها أنت كمنظومة وليس ك يعني عبارة أشياء منفردة أو مقسمة. شكرا. أخ وليد تسمح لي بس على نقطة التحديات، لأن أنا كنت لسه رايح لحضرتك فيها، يعني ربنا يخليك. إحنا الله يسلمك، بما أن يعني نعمل مع صناعات مختلفة، سواء صناعات في قطاع يعني الصرافة أو المصارف أو القطاعات المختلفة، يعني التحديات اللي نشوفها مختلفة. الأخ حسن ذكر بعض التحديات والأخوان ذكرها، طبعا إحنا طبعا من خلال اللي نشوفها في عملنا يعني المستمر، موضوع أنه الأفراد كأشخاص يعني أو موظفين أو مستخدمين بشكل عام اليوم، أول شيء عن طريق عملهم عن بعد اليوم، ممكن بشكل يعني إرادي أو لا إرادي يضغط على لينك معين، ممكن من خلاله الهاكر يخترقون. فيعني أتفق مع الدكتور هشام أنه حلقة الوصل الأضعف يعني تبقى موضوع الأفراد ووعيهم في المجال. التحدي الآخر اللي يواجهون عملائنا صراحة هو انه المختص، يعني سواء مثل الاخوان علي بشاره والاخ حسن في مواقعهم يعني القياديه، يواجهون بعض التحديات في اقناع يعني الرؤساء او يعني القائمين يعني على المؤسسات انه الاستثمار الامثل او يعني تمرير ميزانيات معينه يحتاجونها على اساس انه يحطون الحمايه الكافيه. الشغله الثالثه المهمه اللي نشوفها الله يسلمك، موضوع انه على اساس انك انت تحط الخبرات المحليه داخل في الامن السيبراني، يعني تاهيل واعاده تاهيل، خاصه البرامج التدريب هذول مكلفه جدا، على اساس تحط لك كوادر محليه وتنفق عليها. ففي المجمل يعني بين التوعيه الـ يعني خلينا نتكلم عن الموظفين، بين نظم الحمايه، وبين يعني انك تكون يعني عندك الكوادر المؤهلة، كلفة عالية مو بسهلة. لذلك احنا في NGN حرصنا دائما انه نركز على مفهوم الخدمات المدارة، انه نركز على نوجد حماية او نوجد يعني بديل، انه في شيء مثلا نوطن الخبرات المحلية والأجنبية ونوفرها كخدمة. فالجانب البشري أمانة مهم جدا، لذلك يبي له توعية مستمرة وبرامج توعية. فهذا التحديات اللي أنا أشوفها طبعا من خلال عملنا يعني مع كثير من الشركات، وأتفق مع الشباب في معظم اللي نقال فيها. شكرا جزيلا. السيد علي بشارة، حاب أضيف نقطة بالنسبة يعني نظر إلى الجانب المشرق من التحديات. يعني أحد التحديات الكبيرة اللي راحت عنا الحمد لله يعني في الفترة
القصيرة الماضية اللي هو اهتمام الإدارة العليا بالأمن السبراني. يعني قبل كان نحصل صعوبة شديدة جدا في الحصول على ميزانية أو شيء، فالحين لا، صار حتى من المشرعين من يعني من الأمن السبراني، من التي آر إيه، من البنك المركزي، نفس ما ذكر الأخ حسن قبل شوي تو من كم يوم، يعني البنك المركزي نزل تعليمات يعني صفحات عديدة وظيفت كانت كم سطر. فالحين احنا كمدراء أمن معلومات وكذا عندنا يعني شيء يدعمنا اللي هو المشرع، اللي هو الجهات اللي احنا نتبع لها. فهذه انا اذا اطلب ميزانيه اطلب ميزانيه عشان التزم بالتعليمات المطلوبه مني. وبالنسبه لبعض التحديات اذا وافق الاستاذ يعقوب العوضي والجماعه ان في العنصر البشري عندنا نقص فيه، موضوع امن المعلومات يعني في بعض التوبكس حلوه ان تكون هاكينج وهالون، لكن بعض الاشياء اللي احنا governance policies procedures يعني مواضيع دسمه بلك واحد يعني مهتم بنفسه انه يروح ويدرس هالشيء يتحمل شوي صعوبه، لكن مجال العمل يعني واسع جدا وما اعتقد فيها احد يخالف ان قدرات الامن المعلومات والتكنولوجيا لها مجال. شكرا دكتور جاسم حجي، راي حضرتك. نقطتين بس على السريع، اعتقد اكثر خطورة مع الثورة الصناعية الرابعة جاي من الإنترنت الأشياء. ما أتكلم عن الإنترنت طبعاً، إنترنت الأشياء شيء آخر، أو إنترنت أوف ثينجز. الإنترنت الأشياء اعتماده على السنسرز أو مستشعرات، في أكثر من 5 مليارات سنسرز لحد الآن في العالم. طبعاً هالسنسرز كلهم موصلين بالديتاز، اختراقات عن طريق السنسرز مشكلة كبيرة. لذلك اليوم نشوف جانب الآخر اللي هو cloud computing الحصول الصحابية تقليل من الاعتماد عليه في الصناعات أو في الصناعة الثورة الصناعية الرابعة، حيث أن في شيء آخر يسمونه edge computing الحصول أعتقد السطحية يمكن. في edge computing يخلي تبادل المعلومات بين الأجهزة وبين ستورج أو التخزين يكون بشكل مباشر. ذلك إحنا نقطة أخيرة إن في مركز سمو الشيخ نصر للتطوير والبحوث في الذكاء الاصطناعي نطور مفهوم الذكاء الاصطناعي في كل الصناعات حتى في الأمن السبراني، حيث لا يتم الاعتماد على الحلول الجاهزة يمكن نحتاج نطور فيهم، حيث الاحتياجات في سوق العمل والشركات الكبرى في البحرين. تمام. هاي المستقبل بالنسبة للجيل القادم وبالنسبة للكثير من المؤسسات. شكرا. تمام. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الحقيقة يمكن آخر نقطة أنا بحاول أسرها أطرحها على حضراتكم وحابب أعرف رأي حضراتكم فيها. المؤشر العالمي للأمن السبراني صنف البحرين في المرتبة 8 عربيا و60 عالميا من أصل 193 دولة. هل هذا التصنيف بتشوفوا حضراتكم بيطرح أهمية العمل على تطوير أنظمة الحماية بالنسبة للفضاء المعلوماتي بالنسبة لشبكة الإنترنت؟ وإيه رأيكم في هذا الأمر؟ دكتور عبد الله زوادي. طبعاً طبعاً سلمت لك التصنيف. يعني كل دولة تعتمد تصنيفها على مدى اهتمامها بأمور الوقاية والأمن السيبراني بشكل عام. يعني أعطيك سبيل مثال، أتي حق مملكة البحرين، لما أنت تبي تغير مملكة البحرين مقارنة بأي دولة أخرى أتي تشوف شنو القوانين المنظمة لهذا الأمن السيبراني. تقول لك والله في البحرين مثلاً في قانون خاص بالجرائم تقنية المعلومات، في قوانين خاص بالحوسبة السحابية، في قوانين أو هيئة اسم المركز الوطني للأمن السيبراني. فبالتالي القصد من هذه أن كل دولة على حدة تصنيفها يختلف في معايير معينة تقوم بها هذه الدولة في يعني الفلفلمنت مال حق التقييم. البحرين ولله الحمد، يعني إحنا ما نقول أن إحنا متقدمين جدا ولا نقول إحنا متأخرين، ولذلك إحنا عندنا تشريعات وعندنا قوانين اللي تحمي المستخدم
على جميع المستويات، سواء كان مستخدم فرد أو مؤسسة أو حكومة، وبالتالي تصنيف، ونطمح للمزيد وأكثر. طبعاً إحنا نطمح أن يكون عندنا الآن مقترح في مجلس النواب اللي يسمونه المركز الموحد الخليجي للأمن السايبراني، كيف نتبادل المعلومات بسرعة كمركز خليجي. إحنا بدأنا هذا الاقتراح اللي أنشأ من خلاله مركز الوطني للأمن السايبراني، هاي اقتراح يعني طلع من مجلس النواب والآن يرى النور. فأرجع باك حق التقييم على مدى اهتمام الدولة بالتصنيف، يعني دولة إسرائيل أو أمريكا أو الصين أو بلدان مهتمة بتسوي انفستمنت من الجي دي بي مالها حق الأبحاث في هذا الخصوص. يعني حضرتك تعتبر تصنيف البحرين مميز مرضي في الطريق الصحيح؟ في الطريق الصحيح. تمام. الطريق الصحيح واحنا اي نعم في البحرين في الطريق الصحيح، والأول المنظومه التشريعيه والقوانين الموجوده يعني قد لا تكون. احنا سوينا بحث لمقارنه التشريعات الموجوده في السايبر والتقنية المعلومات، فاحنا وجدنا ان قارناها مع الاتحاد الاوروبي، قارناها مع الامارات العربيه المتحده، فاحنا ولله الحمد مملكه البحرين فيها تشريعات وقوانين تنظم وتحمي تقنيه المعلومات والاتصالات بشكل يعني جيد وممتاز ومتقدم. تمام، شكرا جزيلا. دكتور هشام العمال. دكتور هشام، طبعا لعبه التصنيفات انا من اللي يحبون لعبها، لان هي تعتمد على المعايير المستخدمه. نعم. لكن احنا في البحرين يعني الحمد لله في عندنا عمل كبير في هذا المجال، ولكن يبقى طبعا استغلاله يعني اعلاميا لجذب الشركات الاستثماريه وغيرها، لان الدول اللي خصوصا تحرص على ان يكون عندها مركز مرموق خصوصا في المجال المالي والمصرفي وغيرها، هذه الجانب جدا مهم بالنسبه لها. يعني دولة مثل سنغافورة مثلا يهتمون بهذا الجانب ويعتبرونه احد الاشياء المهمة للأمن الوطني، يعني لان اقتصادهم قائم على الامور المصرفية، وهذا جانب مهم جدا. احنا بحاجة مثل ما تفضل اخوي الدكتور، يعني احنا في الاتجاه الصحيح لكن بحاجة لتطويره. تمام. سيد راشد السنان، رأي حضرتك؟ اعتقد ان التصنيف مثل ما قال الدكتور عبد الله انه في الطريق الصحيح، ولكن احنا المفروض نطمح الى افضل من كذي. نعم. لان احنا من اولى الدول في المنطقه في الانترنت وفي هالامور هاي في التقنيه. بالضبط بالضبط. لازم يكون تصنيفنا افضل من كذي. تمام. خصوصا عالميا يعني. تمام. ايش اللي قاصر المفروض يستوي؟ تمام. يعني اعتقد هاي مو مجالي يعني، بس طبعا المفروض نكون افضل من شيء. تمام. اوكي. الاستاذ حسن محي. نعم، انا عندي تعليق يعني بسيط بالنسبه للتصنيف. يعني احنا نسمع، انت ذكرت اخ وليد التصنيف الحالي، لكن ما نعرف احنا معايير التصنيف شنو هي بالضبط، على اي اساس يعني جاء هذا الرقم او المركز 60 مثلا بالعالم؟ هل مثلا التصنيف يتعلق وكان السبب على حسب ما تم طرحه مدى اهتمام الدوله بالامن السيبراني وتقنيه المعلومات والاتصالات، وكان على هذا الاساس اهتمام الدوله نفسها بهذا التقييم. يعني حسب لا تسمح لي بس ليجال ميجرز، تكنيكال ميجرز، اورجانيزيشنال ميجرز، capacity development cooperation، فهاي كلها هي اللي هي بالضبط كلها عوامل. تمام. صحيح. فمثل ما ذكر الدكتور راشد الاستاذ راشد، فباعتقادي صحيح هاي المعايير كلها يعني يمكن في اكثر. فدكتور عبد الله ذكر انه يعني التوجه والمسار، احنا على المسار الصحيح بالنسبه للتشريعات واللوائح والقوانين اللي حاليا تصدر او تطرح من قبل المملكه بخصوص امن المعلومات، ومثلا انشاء المركز السيبراني. انا اتذكر من سنوات واحنا يعني نسعى لانشاء هذا المركز في البحرين، والحمد لله يعني كان في اهتمام بالموضوع، اخيرا يعني تم انشاء هذا المركز امن السيبراني الموحد في البلد، وممكن مستقبلا يعني
يعني احنا نطمح ايضا انه يصير مشاركه مثلا على مستوى الشركات الماليه، البنوك، المؤسسات الكبرى، يعني الجهات النفطيه، الجهات الصناعيه مثل البا ومثلا بابكو. ممكن نستخدم ايضا بعض الريسورسز من هذه الشركات الكبرى والبنوك الكبرى لمساعدة المركز هذا، المركز الموحد. يعني ما نقدر احنا نعتمد فقط على الحكومة، ولا نقدر ايضا نعتمد فقط على مثلا البنوك والمصارف، لازم يصير توحد بالجهود بين كل الجهات. يعني توصل حضرتك يعني حضرتك تدعو للشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. نعم لاكتمال منظومة لأن الانفستمنت والاستثمار المطلوب في المجال ضخم، ما تقدر جهة واحدة تغطي كل المطلوب. تمام. مستحيل. تمام. لازم في توحد جهود لكي نصل إلى يعني تقييم أعلى أو رانكينج أعلى يعني. تمام. دكتور يعقوب العوضي، رأي حضرتك؟ والله يا أخيك أنا أتفق طبعا مع الجماعة، ولكن أتمنى حاجة واحدة، أنه نستفيد من تجارب بعض. يعني في شركات كثيرة أو يعني مؤسسات أو صناعات تأثرت، يعني كانت ضحية لهجمات. طبعا المحل يتكلم في الموضوع، يعني يتكلمون باستحياء وما حد يتبادل الخبرة، فتبادل الخبرة مهمة جدا. ممكن من خلال البلد يعني أو الصناعات المختلفة في البلد تستفيد منه ويرفع مثلا الرانكينج البلد عموما. فاللي أشوفه طبعا أنا وزملائي من خلال عملنا، يعني إنه الشركات اللي مثلا مثل ما قلنا تخترق أو يصير عندها تجربة سلبية، ما تقوم مثلا بإخبار جهات معينة أو تتبادل فيه مثلا شو اللي عملوه، مثلا شو اللي واجهوه. الجانب الآخر اللي أنا أشوفه مثلا إنه لما يصير اختراق مثلا لازم في بروتوكول معين يتبع أساس إنه في منهجية معينة أساس إنه الكل يستفيد منها. فتبادل الخبرة مع الكل أعتقد يرفع تصنيف البلد، الكل يستفيد منه، فتبادل الخبرة مهمة جدا في رأيي أنا. شكرا جزيلا أستاذ علي بشارة، بس أسألك أتمنى لكم بإيجاز لأن بقينا 10 دقائق بس ممكن يعمل أبجريد. أنا بس حاب أؤكد على اللي قال دكتور هشام أن الأرقام يعني مشجعة، والدولة يعني صرفت على البنية التحتية حق تقنية المعلومات وحطت تشريعات وحطت كذا عشان توصل لهالمرحلة. النقطة الباقية اللي هي الاستفادة من هاي الشيء في جذب الاستثمارات، وطبعا أتوقع أنهم يعني شغالين في هذا المجال، يعني يابو شركات كبيرة، يابو أمازون، يابو مركز حق مركز لسيسكو، مراكز جاية قريبة بعد حتى منافسين لأمازون. ف هذه كلها اتوقع يعني بسبب اللي وصلنا له الحين. تمام. دكتور جاسر حجي، رأي حضرتك؟ تصنيف البحرين طبعًا. رأي حضرتك؟ طبعا انا اعتقد ما قال الزملاء العمل لازم يجري بدية بغض النظر عن التصنيف، لان اذا نطلع نفس التصنيف اعتقد في المراكز الاولى، المركز الاول اعتقد سنغافوره وبعدين نيوزيلندا، السعوديه كمان محققه مركز متقدم، الامارات، الإمارات 14، أمريكا على مركز 20 مثلاً، مقدمين في العالم في كل الأمور. لكن شوف يعني يمكن على أعتقد على عدد الهجمات السكرانية وعلى عدد الاختراقات يمكن أمور ثانية بما لم يذكرون شيء، ولكن يمكن عندهم أمور ثانية. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. ولو في أي أحد من الضيوف حابب يشارك بفكرة، حابب في شيء ما تطرقنا اي حابب يتطرق ليه، احنا نرحب. انا عندي اقتراح اخ وليد، عندي اقتراح للاستاذ الدكتور هشام. باعتقادي التعليم الاكاديمي يعني التوجه الاكاديمي الحالي في جامعه البحرين وفي المملكه، مثلا طرح برامج الماجستير والبكالوريوس في المجال الامن السبراني توجه ممتاز جدا، لكن ممكن يصير في مثلا مشاركه او مثلا دعوه من قبل الجامعه او الجامعات الموجوده في المملكه مثلا للمختصين في المجال من الشركات والجهات العاملين بالخطوط الاماميه في الامن السبراني، لانه الخبره بعض الاحيان يعني قد تعطيك مثلا جوانب معلومات اكثر من الجانب الاكاديمي. ممكن انه مثلا يصير تنسيق مثلا مع المؤسسات، البنوك او الجهات الحكوميه مثلا، تنسيق محاضرات من قبل المختصين تقدم يعني بشكل تطوعي في الجامعه للطلاب للمهتمين. باعتقادي راح تكون فكره جيده جدا لتعليم
توسعت يعني افكارهم ومداركهم وادراكاتهم عن عن الوضع في السوق يعني قبل ما يتخرجون. تمام. شكرا جزيلا. في اي احد من الضيوف صدى الضيوف يحب يطرح اي فكره؟ والله انا اذا تاذنون لي طبعا على نفس الطرح اللي اخوي حسن طرحه، احنا بدينا للامانه يعني نركز مثلا على الشباب البحريني خريج حديثي الخريج من الجامعه، ونركز في انه يعني ندخلهم في برامج عندنا احنا برامج عمليه جدا، هم تعطيهم يعني دافع ونبني طموحهم في هالمجال، لان فعلا الامن السبراني يعني اعتقد الكل يتفق معي انه مهم جدا حق ابنائنا وحق شباب المستقبل انه يندرجون فيه، بحكم ان قطاع الجديد الكل يقدر ينافس فيه، وبعدين قطاع مطلوب جدا، فتنسيقنا مع الدكتور هشام او الجامعه عموما يعني مهم جدا، حنعطي الجانب العملي وفي نفس الوقت نشجع الشباب يدخلون هالمجال، ومن خلاله يعني سواء يبنون اعمالهم الخاصه او من خلالها مثلا يتدرجون الى اعمال ثانيه، فالتنسيق بين القطاع العام يعني اقصد بين القطاع الخاص والقطاع الجامعي مهم جدا في هالمجال. شكرا جزيلا. شكرا، واحنا نرحب بهذه المبادرات وان شاء الله. الله يخليك محمد. شكرا. صلى ضيوف يعني اكتفينا بهذا القدر، وبنشكركم شكرا جزيلا جميعا، نشكر مشاركتكم، ان شاء الله الندوه تكون على حسن ظنكم، وان شاء الله تتحقق منها الاستفاده للقراء وللمتابعين ولقراء صحيفه الوطن، بتوجه بالشكر لكم جميعا وبشكركم، وان شاء الله في ندوات اخرى ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله باذن الله، بتوجه بالشكر للدكتور عبد الله الزوالي، للدكتور هشام العمال، للدكتور يعقوب العوضي، سيد راشد السنان، للدكتور جاسم حجي، الأستاذ حسن محي، الأستاذ علي بشارة، بشكركم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وسعدنا بلقائكم يا أخوة الكرام. شكرا جزيلا. نحن كذلك. مشكورين الله يسلمك. شكرا دكتور. ما شاء الله. شكرا الله خير. مشكورين عزيزي.